خلينا نروح لسؤال الحلقة أو موضوع حلقتنا النهاردة مع حضراتكم. موضوع الحلقة كان بيقول التشكيل الأنسب للزمالك أمام دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية. البداية من عند لمياء حسن. مساء الورد عليك يا أحمد، دايما متألق ومنور قناة الزمالك، بشكرك شكرا جزيلا. التشكيل الأمثل للزمالك هو عواد، المسلوسي، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، سيد نيمار، دونجا، أحمد حمدي، محمد شحاتة. أحمد سيد زيزو للأسف يا لمياء هو تم استبعاده في الدقائق الأخيرة قبل ما الفرقة تدخل في المعسكر. مصطفى شلبي، سيف الجزيري. كل التوفيق لنادينا العظيم وإن شاء الله الكونفدرالية في 100 عقبة. وتحياتي ليك يا أحمد ولقناة الزمالك، بشكرك يا أستاذة لمياء شكرا جزيلا. عبد الحفيظ السبعاوي، مساء الخير عليك يا أحمد ودايما منور قناة الزمالك، أشكرك شكرا جزيلا. التشكيل الأنسب عواد، المسلوسي، حسام عبد المجيد، الزناري، فتوح، عمر جابر، للأسف مش جاهز منهم أو منهم يبدأ المباراة، دونجا، شحاتة، أحمد حمدي، زيزو يا جماعة تم استبعاده، مصطفى شلبي، سيف الجزيري. كل التوفيق لنادي الزمالك إن شاء الله. تحياتي لحضرتك ولكل فريق العمل، زملكاوي لآخر العمر وعامل هاشتاج أخبارنا، بشكرك يا أستاذ عبد الحفيظ شكرا جزيلا. أحمد الخطيب بيقول مساء الورد عليك يا كابتن أحمد، مساء الورد على حضرتك. التشكيل الأنسب للزمالك أمام دريمز الغاني، محمد عواد، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، حمزة المسلوسي، عمر جابر للأسف مش هيكون موجود، دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي، مصطفى شلبي، موتيابا، سيف الجزيري. وكل التوفيق للزمالك في بطولة الكونفدرالية وإن شاء الله نحقق البطولة. وتحياتي ليك ولكل فريق العمل. هو بيقول تحياتي المها، يا المها النهاردة أجازة، ولكن طبعا احنا كل هنا الزملاء في قناة الزمالك واحد. ناجي فرج، مساء الخير عليك يا أحمد، أتوقع جوميز ممكن يلعب 3-4-3 ويبدأ بعواد والمسلوسي، حسام عبد المجيد، الزناري في خط الوسط، أحمد حمدي، محمد شحاتة، دونجا، موتيابا في الهجوم، مصطفى شلبي، شيكابالا، الجزيري، وإن شاء الله نكسب ونعمل ماتش كبير. بشكرك يا أستاذ ناجي شكرا جزيلا. عبد الله الأباني بيقول مساء الخير عليك يا أحمد، أتوقع جوميز هيبدأ بعواد، ياسر حمد، عبد المجيد، المسلوسي، الزناري، دونجا، شحاتة، أحمد حمدي، مصطفى شلبي، موتيابا والجزيري. كل التوفيق لنادينا الحبيب وإن شاء الله الكونفدرالية في الزمالك.